الاخرى في الجهه اليمنى. حمد البريك يحاول بيلعب الكره في مكان سريع باتجاه عبد اللطيف. عبد الله مشاع بالكعب، نقلات الان، عادت الكره الى عبد اللطيف في مكان شوف الكره، شوف اللعبه، وصلت في الجهه اليمنى. شوف عبد الله عطيف، مش ممكن، الله على العرضيه، على المتابعه، عمر خريبين يا بار. تصبح النتيجه 2-1، الهلال يريدها في كاس العالم للشباب اللي اقيمت في كولومبيا 2011 طويله، والمره دي هرب البريك، هرب سدد البريك في ثلاثه سوادي وامورا وكريم القحطاني، لكن هنا البريك مع العرضي خطيره، فرصه للهلال اخر بلمسه من سالم يحاول اكثر من مره، سالم سيطر، سالم اخترق، سالم في مكان الى سلمان بيرسل الكره الى عبد اللطيف، تحرك ممتاز، بيرسل الكره الان باتجاه البريك. شوف هذا عبد اللطيف، شوف هذه الكره، شوف اللعبه، شوف تحرك البريك، الله استلمها لك. حاوله اخربين اعطيت بالكعب، جميله محاوله كان في تدريب هناك في ملعب اعداد ليوناردو بوناتيني، حاله طرد وحيده على ملعبه الباطن يقدم اهزوجه او يا هلالي محترفين او في مع الهلال بالتحديد من الأندية حقيقة عندها إمكانيات وقوة هجومية رغم الأرقام الضعيفة. وصلت عند الزين وعادت عند عطيف، الله انتصار هلالي سابق، 7 انتصارات أو ساوي، لكنها تنزل لإلتون، يحاول يعدي إلتون لكن عبد الله عطيف يقطعها. كرة بلمسة واحدة، السيطرة من عطيف، مرة بلقطة مدافع البرازيلي الجديد، هذه اللقطة للخطأ اللي احتسب لمصلحة عبد الله. فهد المولد على الأرض، حلوة لكهربا، محاولة لمسة ولكن يقطعها، لسه جوه منطقة الجزاء، أسامة هوساوي بخبرة، وهنا بقى عبد الله عطيف بمهارة. لا يتكرر على الإطلاق وبسهولة في البريمير ليج، ما أشبه قصة خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، الهلال لا مصر في باتجاه ميليسي بيلعب لك كرة في مكان إلى عبد العطيف، سطرة وسجل، لكن أيضا من اللاعبين اللي يقدمون مجهود كبير في الجهة اليسرى، اللاعبين يمتلكون يحيى نايف سير صانع مقطوع الكرة، يا سلام، أوهو الله الله، كورة أمام الملعب جميلة، شوف عطيف لعب كورة تمريرة، حاول حظا على كورته بشكل رائع، تمريرة إدواردو فقد كورته، هجمة مرتدة أهلاوية، حاول يمر مر سعد من الأول لكن برافو نيكولاي ميليسي، تغطية أكثر من رائعة جورجي لكن تأخر، ضغط في وسط الملعب عبد الله عطيف إلى الجهة اليسرى يتواجد فيها نايف موسى، مقطوعة من عبد الله عطيف بلقطة ممتازة، يريد الصدارة بدون الشراكة مع الآن يتقدم فيها، يحاول المرور للشيء حسن في لعب الكرة، لاعب الهلال من إيغور في كرة مقطوع، لكن هذه محاولة الآن في كرة تطال البشي يمرر في العمق، في كرة تبعد من أمام خطفها نوح مشاها، الرسلان يتأخر بغض النظر يعني حتى من الإدارات اللي قدمت استقالتها إدارات مليئة بالفرص الضايعة، شوط توتو أطول من فدفة، تغطية تأتي تأخر فيها عبد اللطيف، فدفة يضغط الكرة بتتخلص، بنيطو لكن الكرة ما في الكرة، سيطر عليه الزوري، محاولة مرة ثانية، مر من الأول مرة يزين، حاول تغطية، كيف كرة كانت لمن؟ للهلال، سريعة ردت مرة ثانية للأهلي، سريعة قادمة